كيفك يا أزعر؟ إذا بتعرف شو يعني أزعر بتمنى تكتب لي بالتعليقات تحت شو يعني أزعر. بتشكر وجودك بالقناة وبتشكر دعمك للقناة. اليوم حابب أحكي معك عن موضوع بتظن كتير انترستينج، اللي هو موضوع الأشخاص اللي بالجيم. يعني في أشخاص كتير أنت بتواجهها بالجيم وبتحس فيها، بس أنت ما بتعرف هي الأشخاص شو أنواعها. خليني بلش معكم بسرعة وبشكل يعني بدون هيك فزلك كثير. انواع الاشخاص بالجيم جدا انترستينج. في النوع اللي جاي، بيكون نحيف كثير مسكين هذا الشخص. يعني في داخل على الجيم جديد عنده هيبه، يعني بيطلع فيه هذا الشخص. لازم انت تراعي مشاعره، بحاجه حدا هيك حنين يساعده بدون ما تفهموني غلط، يساعده يدخل على الجيم، يعني يشجعه، او بحاجه شخص يحل عنه بحيث انه ما يحسسه بعدم الراحه. يعني هذا الشخص اللي فايت جديد النحيف ابدا ما بحاجه انك انت، ما بحاجه الزوره اللي انت بتستخو اياها، او شوفت لما انت بتوقف قدامه هيك بهالشكل انه انا I am the bodyguard، يعني تفرجيه انك انت الشخص السوبرمان السوبر هيرو اللي قاعد بالساحه. هذا الشخص من اشد الاشخاص واكثر الاشخاص حاجة لانه هو يحس بالراحة، يحس انه ما في عيون حواليه. يعني هو اصلا عم يدور، عم يشوف، خايف من اذا في عيون عم تكون محطوطة عليه او لا. خلينا نقول الشخص النحيف اللي هو سكيني، اللي كل شخص عم يشوفه معضل، عم بيقول اوه يعني هذا الشخص كيف هيك مطلع عضلات، انا جاي اتمرن اليوم يومين، عندي جمعة جمعتين، هذا الشخص صار له زمان هيك مطلع عضلات. اوكي خلصنا منه، بنجي للنوع الثاني اللي بالجيم. النوع الثاني اللي هو الشخص التسمين. هذا الشخص التسمين كمان عنده شعور يعني بالزعل والحزن الشديد، وعنده يعني عنده شعور عدم ثقة بالنفس كثير كبير، لانه جاي وكمية الشحوم كثير عالية عنده. فهو ما بيخاف من الاشخاص اللي عندها اجسام قويه، بالعكس كل شخص بيشوفه عنده جسم قوي قدامه بيواجهه بالجيم، اذا شافه انه عم يشوف حاله عليه فهذا الشخص حيزعل، حينكسر قلبه بزياده، حيقول انه اوكي هذا الشخص حسنان يدير باله على اكله، حسنان يكون فيت، انا مو حسنان. فعم حاول سيطرة حاليا، عم حاول ادرب واحرق دهوني وقاوم لاني انحف وصير منيح، شكلي نحيف. واغلبهم هدول ما بيكملوا، يعني اغلبهم ما بيكملوا اذا ما كان عنده اصرار كثير قوي من البدايه. ما راح يحس اني كمل، لانه مشوار طويل كثير، يعني زمان كثير مشوارهم طويل ليوصلوا لجسم مثالي، يعني بدهم صبر. طيب نجي للشخص المعضل. في شخص فوت على الجيم شخص معضل. هذا الشخص يا حبيب فايت، عيونه عدوانية على الكل، استرجي طلع فيه وطول فترة وطول التطليعة، أكيد ما رح تحسن، لأنه أو ممكن تحسن بس حتطلع من النتيجة حتكون عبارة عن قتال عنيف بقلب الجيم أو مشاجرة عنيفة بقلب الجيم. فما بنصحك أبدا إنك أنت هذا الرجال المعضل تحط عينك بعينه وتجاره، إلا إذا كنت أنت مثله بالقوة والضخامة يعني والقدم في الجيم، لأنك أنت تقدر تكون قوانين عندك تسمح لك أنك أنت حابب، إذا كنت حابب تفوت مشاجرة فإنك أنت قوانين تساعدك بحيث ما تصفى أنت وياه بسابع حبس. طبعا الشخص حكينا عن النحيف، حكينا عن السمين، حكينا عن الشخص المعضل. طبعا هلا بدي أحكي لكم عن الشخص، للأسف مع احترامي الشديد لهذا الشخص مثل ما بيحكي دائما جانتي، مع احترامي، فهذا الشخص هو بيجي الغشيم. هذا الشخص الغشيم عبارة عن ولد فايت على الجيم يتدرب. هذا الولد ما فهمان كتير بالجيم. هلا في درجات، في مستويات لعدم الفهم بالجيم، من ألعن او من اكثر المستويات المستفزة بالنسبة لي شخصيا حابب لكم عليها اليوم، هو الشخص اللي واقف وما بيعرف انه كل مكان انت بتوقف فيه، كل مكان مثلا اذا انت وقفت جنب الكرسي لازم تعرف انه هذا الكرسي في حواليه مساحة، لما الواحد الشخص بيتمرن على هذا الكرسي
له مساحة حركية، يعني إذا بده يعمل مثلا تجميع الصدر، في أنت أوريدي قبل ما تقرب على أي ماكينة، جنب ماكينة، لازم تعرف إنه أي شخص قاعد على هي الماكينة ممكن يكون عم يعمل تجميع صدر، فإله مساحة حركية لازم أنت تحطها ببالك، فما بده يفلز الكرسي. فمن أكثر الأشخاص المستفزين اللي بفوتوا على الجيم إذا مو فهمانين شيء، إذا وقفوا كثير بلزق الماكينات اللي أنت عم تتدرب عليها، بحيث أنت تجي وهو جاي خلفيته جنبك، فأنت لوالك كتفك أو نزعلك التمرين، خلاك توقف وأنت تقول له اكسكيوز مي، يعني اللي عندك أبو التمرين عندي بس عادي على حسابك، يعني تكرم عينك أنت على راسي، يقول لك وشكرا باردون باردون، تقول له آه باردون باردون، بس عن جد بس بالنهاية نزعت لي تمريني. زيد على ذلك، اضف على ذلك انه يكون هذا الشخص معه رفيقه وقاعدين عم يتساير ويحكوا، واضف على ذلك اذا كانوا هذول الاشخاص واقفين بسرعه بدور طويل. انا لله وانا اليه راجعون. النمبر 5 حكينا عن النحيف، حكينا عن السمين، حكينا عن المعضل، حكينا عن الغشيم. هلا بدي احكيكم عن نمبر 5. نمبر 5 هذا الشخص عباره عن شخص كول كثير، لباسه ملون، بجوز ملون هو بجوز لا ما اعرف، بس انه مو شرط يكون مثل ما اللي ببالي بالكم، بس الشخص غريب، يعني بجوز تلاقيه اصلع دقنه طويله كثير، بجوز تلاقيه ما له دقن بس شعره كثير طويل، بجوز تلاقي الشورت تبعه كثير قصير والكنزه تبعيته كثير طويله وعريضه، او الكنزه نحيفه والشورت، اشياء غريبه يعني بتشوفها وبتلاقيه حاطط مطاطه هيك على راسه، او مو شرط، مع احترامي لحاطين مطاطات، بس تلاقي هيك له تصرفات غريبة. هذا الشخص وبتلاقي هيك له تطليعات، حركته خفيفة، تمرينه مانو قوي، هيك شغل متعة، يعني هيك شخص كول، هيك مع شوي هيك ما بدي اقولكم كرينج، كتير بيكون سلبي، بس هيك له هيك طراز، له هيك بتحسه هيك. غير هيك شو في انواع؟ قلنا نحيف، قلنا السمين، قلنا المعضل، قلنا الغشيم، قلنا وقلنا عن الشخص الويرد، يعني الغريب، غريب الاطوار او لباسه مختلف عن العالم كله هذا الشخص. بس يعني حبيت انه بهذا الفيديو هيك افتح معكم اشياء بنشوفها بالجيم كل يوم، وحاب كثير حاب احكي لكم عن مواقف كثير كمان بتصير بالجيم، حاب فضفض لكم لانه قلبي كثير كثير مليان، كثير 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 مليان من تصرفات بتصير بالجيم. ما رح احرمكم منها، رح اشارككم فيها. بحب اقول لك انه الحياه قصيره، انك انت ما تعمل جسم مثالي، بحب اقول لك انك انت لا تخاف، لا تخلي حدا يضبطك انك تروح على الجيم، مهما كنت انت من هدول الاشخاص، مهما كانت نوعيتك، مع انه اي نوع انا كنت عم بحكيه حتقول انا اكيد مو من هذا النوع او شيء، ان شاء الله هيك تكون يعني انت، او اذا كنت انت من هذا النوع، اللي بحب اقول لك انه اللي بيكبر بعين المجتمع اللي بقلب الجيم القدامى، يعني مثلا انا زلمه عم بتمرن كثير بالجيم، فبشوفهم هدول الاشخاص كلهم عندي، اكثر واحد بيكبر بعيني، اذا حاب انت نظره المجتمع بتعني لك شيء، واني وايز نظره المجتمع ما راح تفيدك، ما راح تقدم لك ولا راح تاخر لك، راح اقول لك انا على الشيء اللي حقدم واخر معك. انا اللي بيكبر بعيني فقط، ان كان سمين او نحيف او شايف حاله او لا، هو الشخص اللي كل يوم عم يجي على الجيم. انت اذا كنت غشيم او اذا كنت نحيف او اذا كنت معضل، بغض النظر، طالما انت اجيت على الجيم كل يوم، انت تعلمت عن اتيكيتات الجيم، عن الاعراف المعروفة، انه انت كيف لازم توقف، كيف لازم تساعد رفيقك، كيف لازم تتدرب بطريقة صح، كيف ما لازم تضايق غيرك، كيف لازم تتبادل الماكينات مع غيرك. كل ما طولت، كل ما كبرت بعيون رفقاتك، كل ما صار عندك هيك فهم لبيئة الجيم ومحيطك اللي حواليك ومحيط الوسط حواليك بهذا المكان اللي هو الجيم. بتمنى الفيديو كان بالنسبة لك مو تضييع وقت، بتمنى يكون كان تحفيز، وبس ما تنسى اللايك والسبسكرايب. لك أنا الحياة قصيرة، إنك ما تتدرب، الثمن غالي اللي حتدفعه بدون التزامك وبدون تمرين هو أغلى من الثمن اللي ممكن تدفعه على نظام تدريب أو على أكل صحي أو على هيك شوية أسرار، على شوية مثابرة يعني وأسرار منك. أكيد إنه الثمن إذا ما التزمت حيكون أغلى بكتير من أي ثمن تاني ممكن تدفعه على كوتش أو على أي شيء تاني.
إذا تتواصل معي فين تتواصل معي؟ تحت، لحط لك الوصف رقمي على الواتساب. شوفك فيديو جديد، نحكي.